بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 15 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. عن مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا وسهلا، حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن عمان. باعثة الرسالة إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف ميم ونون. أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة جمع آخر من الأسئلة. فتسأل مثلا وتقول: هل من الأمور الواجبة على الفتاة أن تزور أهلها وأقرباءها إذا سمحت لها الظروف بدون محرم في نفس البلد والمسافة غير بعيدة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، نعم، يجوز للمرأة أن تزور أقاربها في البلد إذا لم يترتب على ذلك محذور شرعي، وذلك بأن تخرج غير متطيبة وغير متزينة، وأن تخرج بلباس ساتر لا زينة فيه. ففي هذه الحالة تكون زيارتها لأقاربها مستحبة لوجود المصلحة وانتفاء المضرة. أما أن تخرج وهي متطيبة أو وهي متزينة وغير متسترة وتتعرض للفتنة، ففي هذه الحالة لا تجوز الزيارة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفي هذه الزيارة مفاسد كثيرة فلا يجوز لها في هذه الحالة. وكذلك إذا كان لها زوج ويمنع من خروجها، إنها لا تخرج إلا بإذنه، لا تخرج من بيته إلا بإذنه. فإن خرجت بغير إذن زوجها فإنها تكون عاص، وحرام عليها الخروج بدون إذنه. نعم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم. هل يجوز للمسلمة تقبيل يدي الوالدين ولو كان لا يصليان، وذلك في يوم العيد مثلا؟ إذا كان لا يصليان الأمر خطير جدا، وترك الصلاة متعمدا كفر بالله عز وجل كما جاء في الأحاديث. فإن كان تارك الصلاة لا يرى وجوبها هذا كفر مخرج من الملة باتفاق أهل العلم، وإن كان يرى وجوبها ولكنه تكاسل عنها هذا محل خلاف، والصحيح أنه مثل الأول، أنه كافر الكفر الأكبر بالأدلة من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة مطلقا، ولأنه لا يتركها ويداوم على تركها إلا من هو جاحد لوجوبها. لو كان يراها واجبة لما تركها. وإذا حكمنا بكفره ولم يقبل النصيحة ولم يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستمر على ترك الصلاة فإنه يجب حجره، بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا تجوز محبة المسلم لا لأولاده ولا لغيره ما دام أنه محاد لله ولرسوله. ولكن البر الولد بوالده لا ينقطع ولو مع الكفر، قوله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا اتبع سبيل من أناب إليه. فيبر بوالديه ولو كان كافرين، بمعنى أنه يحسن إليهما وينفق إليهما. وأما المحبة في القلب فلا يحبهما، لا يحبهما بقلبه، ولكنه يحسن إليهما بالإنفاق وبقضاء حوائجهما. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تقبيل اليد في يوم العيد بالذات ماذا عنه الشيخ؟ إذا كان هذا المحبة إن هذا لا يجوز، لأن
الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولكن إذا بدأ هو بسلام فإنه يرد عليه السلام. إذا بدأ الوالدان مثلا هؤلاء الذين لا يصليان، نعم، إذا بدأ الكافر المسلم بسلام فإن المسلم يرد عليه. طيب يعني والابن تجاه هذين الوالدين يبدأهما بالسلام أو لا؟ إذا كان يرجو من سلامه عليهما وخيرته لهما أن يتقبل النصيحة وأن يؤثر عليهما، نعم، فيبدأهما بالسلام. أما إذا كان لا يقبل النصيحة ويصران على ترك الصلاة وعلى محبة الله ورسوله فلا يبدأهما بالسلام. وأما قول إبراهيم عليه السلام سلام عليك أستغفر لك ربي، هذا قال ليس سلام تحية، وإنما هو سلام متاركة، مثل قوله تعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا سلام متاركة. جزاكم الله خيرا. نقف قليلا لو تكرمتم شيخ صالح عن تقبيل اليدين. كثير من الناس يعبر عن حبه لكبير السن، للعالم الفاضل، للوالدين بتقبيل اليدين مثلا. ما هو توجيهكم للناس حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس به، لا بأس بتقبيل يد الوالد أو يد العالم أو الكبير، هذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يكون المسلم زاهدا في هذا الحياة؟ هل هو في المظهر أو في المخبر، في الملابس مثلا، في المآكل والمشارب والمساكن والمراكب، أم كيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الزهد في الدنيا هو ترك الحرام وترك ما لا يحتاج إليه الإنسان، هذا هو الزهد في الدنيا، أن يشتغل بما لا حاجة له إليه أو يتناول شيئا مما حرمه الله عليه. أما أنه يأخذ مما أحل الله ما يحتاج إليه وما يستعين به على أمور دينه ودنياه، فهذا لا يتنافى مع الزهد، بل هذا مأمور به، أنها لا تتم مصالح العبد ولا يستطيع أن يقوم بعبادة ربه إلا بأن يستعين بما أباح الله تعالى له. أليس الزهد ترك ما أحل الله عز وجل؟ وإنما الزهد في الحرام، والزهد أيضا الاشتغال بفضول الأموال التي تشتغل عن طاعة الله وهو ليس بحاجة إليها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها أنني كنت لا أعلم معنى النذر ولا أني نذرا، ولكن هناك أمور كنت أعاهد نفسي على عملها، فهل إذا لم أعملها علي إثم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا عاهدت الله على أمور أن لا تفعلها ثم فعلتها فإنها يكون عليها كفارة يمين، بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والعهد يمين، إذا قال عهد الله أن لا أفعل كذا، عهد الله علي أن أفعل كذا، ثم خالف يمينه فإنه تكون عليه الكفارة. نعم، جزاكم الله خيرا. ولا يكون نذرا والحال مالك الشفاله على من اليمين؟ إذا كان القصد منه الامتناع أو الحد تكون من اليمين. بارك الله فيكم. تقول أيضا أهدت من جدتي فستانا وطلبت مني ألا أعطيه أحد، ووعدتها بذلك، ولكن أمي لبست الفستان، فنويت أن أعطيها إياه لوجهه سبحانه دون التلفظ، ولكن بعد مدة تركت أمي الفستان وقالت لي إنها لا تريده ولن تلبسه، فعدت ولبسته، هل علي إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ما دامت أن الأم استغلت عنه وقالت لا حاجة لها به فلا بأس أن تأخذها البنت وتلبسه، لأن الأم استغلت عنه، ولا يجوز إهدار المال وتركه، فإذا كان فيه منفعة فإنها تنتفل به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع السيد عامر محمد إسماعيل من جمهورية مصر العربية جنة. أخونا له قضية مطولة ملخصها أن له أخا يسكن معه وهو يتعرض كما يقول لزوجته ولا تستطيع أن تحتجب عنه، فكيف تنصحونه؟ ولا سيما وأنه لا يستطيع أن يؤمن مسكنا مستقلا له ولوالدته وأطفاله وزوجته. ما هو توجيه الصالح؟ نلخص ما في رسالته، أن له أخا يسكن معه في البيت وزوجته لا تستطيع أن تحتجب عنه، ويقول إنني لا أستطيع
أستطيع أن أؤمن مسكن لي ولأطفالي ولزوجتي ولأخي هذا، فكيف تنصحوننا؟ جزاكم الله خيرا. قوله إن زوجته لا تستطيع الاستجابة عن أخيها لا غير صحيح، بإمكانها أن تحتجب منه وأن يبقى معهم في البيت، لكن لا تخلو معه، لا تخلو مع أخيه في مكان ليس معهما أحد. أما أن يكون معهم في البيت وفيه الوالدة وفيه غيرها من الأولاد، فبإمكانها أن تحتجب، بأن تلبس اللباس الساتر وتحتجب عن أخي زوجها وتغطي وجهها وكفيها عنه إذا كان حاضرا، وإذا خرج فإنها تكشف عن وجهها وما جرت العادة بكشفه. الحاصل أن قوله أن لا تستطيع الاحتجاب هذا كلام غير صحيح، لأن الاحتجاب سهل والحمد لله، أن تبقي ثيابها على وجهها وعلى رأسها ويديها وسائر جسمها بحضور أخي زوجها، فإذا خرج فإنها تكشف ما جرت العادة بكشفه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع سليمان الخليل، سوداني مقيم في المملكة. الأخ سليمان له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل عن الصلاة بالحذاء أجلكم الله داخل المساجد، هل هذا جائز وما هو توجيهكم للناس؟ جزاكم الله خيرا. الأصل أن الصلاة في الحذاء مستحبة إذا كان الحذاء طاهرا ليس فيه نجاسة، ولكن ويستوي في هذا المسجد وغيره، ولكن في وقتنا الحاضر يترتب على الصلاة بالحذاء في المساجد محاذير، وذلك لأن المساجد الآن فرشت وتغيرت حالها عن قبل، فصار الصلاة في الحذاء يؤثر على الفرش ويلوثها، وهذا يختلف عما سبق من كون المساجد الفرادية تتأثر بالمرور بالحذاء أو الصلاة بالحذاء، أما الآن فدخول المساجد بالحذاء والصلاة بالحذاء فيها يؤثر عليها أثرا بينا، وما دام الأمر كذلك فإنه يخلع الحذاء تفاديا لهذا المحذور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا فضيلة الشيخ صالح فيقول: ألاحظ أن كثيرا من الناس ينامون في المساجد، ويلاحظ على بعضهم أنه ينام على بطنه وهي صورة ليست مرغوبة، فما هو توجيهكم يا صالح؟ جزاكم الله خيرا. أصل النوم في المساجد جائز لا بأس به، إذا لم يترتب على نومه في المسجد إضرار بالمسجد أو توسيخ للمسجد فلا بأس بذلك، وأما النوم على البطن فهو مكروه كما ذكر السائل، سواء كان في المسجد أو في غيره، والمستحب أن ينام الإنسان على جنبه، ينام على جنبه الأيمن، هذا هو المستحب. جزاكم الله خيرا. ما حكم من يقرأ القرآن وهو نائم على السرير بدون عذر شرعي؟ ماذا كان يقرأ المسلم القرآن على أي حال كان من الأحوال الطيبة، سواء كان نائما منتجعا أو قائما أو قاعدا، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحواله، ولم يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، ولقوله تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ومن ذكر الله وبل من أعظم ذكر الله عز وجل تلاوة القرآن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجماهيرية الليبية رسالة باعثها المستمع عبد الله عبد الكريم، يسأل ويقول: أنا مريض من حوالي 3 سنوات ولم أستطع صيام شهر رمضان المبارك منذ 3 سنوات، ما الحكم في ذلك وكيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان المرض حال بينك وبين الصيام صفة مستمرة ولا تستطيع القضاء ولا يرجى في المستقبل زوال هذا المرض، فإنه يكفي منك أن تطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليك الصيام، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني عن كل يوم، ومعنى يطيقونه يعني يشق عليهم الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن، ففي هاتين الحالتين يجزي عن الصيام إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف صاع من الطعام المأكول في البلد، ومقدار نصف صاع كيلو ونصف تقريبا عن كل يوم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة ورمزت باسمها بالحروف دالاني. أختنا تسأل في أحد أسئلتها وتقول: أرجو أن تفيدونا عن أوقات انتهاء الصلوات الخمس، وهل كل صلاة تنتهي بدخول وقت الصلاة التي تليها أم لا؟ وهل يجوز أن نصلي العشاء الساعة 12 ليلا يدون حول هذه القضايا؟ جزاكم الله خيرا. أما صلاة الظهر فيبدأ دخول الوقت بزوال الشمس عن وسط السماء، وهو دلوك الشمس أي زوالها عن وسط السماء أي مسامسة إلى جهة المغرب، ويستمر إلى دخول وقت العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثله يعني مساويا له حال وقت الظهر، ثم يدخل وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله، ويستمر إلى غروب الشمس لكنه ينقسم إلى قسمين: وقت اختيار ووقت انصراف. وقت الاختيار من أن يصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثله، هذا وقت الاختيار. وأما وقت الانصراف فهو إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس، ويستمر إلى مغيب الشفق الأحمر إلى غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ويستمر إلى طلوع الفجر، ولكنه ينقسم إلى قسمين: وقت اختيار فهو إلى نصف الليل، وقت انصراف وهو إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر انتهى وقت العشاء ودخل وقت الفجر، ويستمر إلى طلوع الشمس، وقت الفجر من طلوع الفجر وهو البياض المعترض في الأفق، ويستمر إلى طلوع الشمس. جزاكم الله خيرا. حدثونا لو تكلمتم عن حد عورة المرأة عند كل الأجانب والمحارم والنساء. عورة المرأة عند الرجال الأجانب يعني غير المحارم جميع جسمها. كل المرأة في عورة عند الرجال غير المحارم. قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب معناه الساتر لكل جسم المرأة من جدار أو ثوب أو باب أو غير ذلك. وأما عند محارمها وعند النساء فيجوز لها أن تكشف ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها ورأسها وقدميها. أما ما لم تجد العادة بكشفه كالذراعين والعضدين أو الساقين فهذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة للنساء أيضا كفالة؟ وبالنسبة للنساء نعم، الحال واحد، الحال واحد، هذا هو الأحوط وهو الأحسن للمرأة، لأنها لا تكشف عند النساء إلا ما جرت العادة بكشفه. بارك الله. لأنها لو تساهلت فإنها تكون قدوة لغيرها. جزاكم الله خيرا. وسواء كنا مسلمات أو غير مسلمات، إلا خلاف يسير عند بعض العلماء يرى أن الكافرة مثل الأجنبي، مثل الرجل الأجنبي، يجب عليها أن تحجب منها. قوله تعالى: أو نسائهن، ففهموا من قولها أو نسائهن عن المسلمات. ومفهوم المخالفة أن الكافرات لا يجوز لها أن تكف عندهن، ولكن الصحيح والذي عليه الجمهور أن النساء سواء كنا كافرات أو مسلمات. جزاكم الله خيرا. وهذا أوسع الواقع للنساء، ولا سيما والبيوت مليئة بالخدامات والمستشفيات مليئة بالطبيبات والمعلمات. جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا أختنا فتقول: إذا اختلف العلماء في حكم شيء، فهل يجوز للمؤمن أخذ أسهل الفتاوى أم تأخذ أكثرها شدة تحرزا لدينه؟ أرجو الإفادة. جزاكم الله خيرا. الإنسان لا يأخذ الأسهل، وإنما يجب عليه أن يأخذ ما قام عليه الدليل الذي يرى أنه يقوم عليه الدليل من أقوال العلماء يأخذ به، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. وإن كان لا يعرف الدليل لكونه عاميا أو مبتدئا، فعليه أن يسأل من العلماء من يثق بدينه وعلمه ويقلده في ذلك. أما أن الإنسان يأخذ ما تميل إليه نفسه بسهولته ورغبته فهذا من اتباع الهوى، وهذا لا يجوز. ولكن كما ذكرنا، إن كان يعرف الاستدلال فإنه يأخذ من أقوال العلماء ما يرى أنه أرجح بالدليل، وإن كان لا يعرف الاستدلال فإنه يأخذ بقول من يرى أن
أنه أتقى لله عز وجل وأصح علما من غيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ألف ألف من الرياض بعث يسأل عن قضيتين. الأولى، هل يجوز أن نعطي للزكاة لأولئك الذين يبنون المساجد سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج، أو لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى حدد مصارف الزكاة ولم يدع ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم أو أحد من الناس. قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، الله عليم حكيم. ذكر الله سبحانه وتعالى 8 مقالب في هذه الآية الكريمة، فيجب صرف الزكاة فيها أو في أحدها، ولا يتعدى ذلك إلى بناء المساجد أو المدارس أو إقامة المساليه الخيرية. هذه لا تمول من الزكاة، وإنما تمول من التبرعات ومن الصدقات التطوعية. أما الزكاة فإنها يجب أن تكون في المصارف الثمانية، لا تبلى منها المساجد ولا القناطر ولا المدارس ولا سائر المساليه الخيرية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: جدي توفي منذ 8 أشهر، ووالدتي عندما تتذكره تبكي ولكن بكاء بدون نياحة وتدعو له بالرحمة والمغفرة، فهل هذا البكاء حرام وهل يتأثر به الميت؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بالبكاء على الميت، بل هو من الرحمة التي يجعلها الله لقلوب من يشاء من عباده. البكاء على الميت والدعاء له هذا أمر مستحسن، وقد بث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الله لا يعذب بدمع الحين وحزن القلب، ولكن يعذب بما يقول اللسان، ما يتكلم به اللسان، وكذلك بالأفعال من نقل الحدود وصف الجيوب ودعوة الجاهلية. هذا الذي ذكرت السائلة من أنها تبكي على أبيها وتدعو له، هذا شيء طيب، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يظهر الصبر والتجلد والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وأما الدعاء فإنه يستحب للميت دائما وأبدا مهما أمكن ذلك، لأن هذا ينفعه الله به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر رسالة بعثها مستمع يقول: أخوكم بودور رابح يسأل عن قضية يقول فيها إنه مصاب بمرض الروماتيزم ولا يستطيع الحركة من فراغ رأسه ولا القيام ولا القعود، ويسأل حينئذ عن كيفية الصلاة الصالحة، هل تسقط عنه حاله ما ذكر أم تنصحونه بطريقة معينة يؤدي فيها الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. لا تسقط عن المسلم في حال من الأحوال ما دام عقله ثابتا، ولكنه يصلي على حسب استطاعته، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والصلاة بالخصوص، قوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في الصالح الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.